قال مراسل أخبار الآن في الأنبار إن القوات العراقية حررت منطقة أنعيمية ورفعت العلم العراقي على جسر التفاحة جنوب مدينة الفلوجة، وتمكنت أيضا من تحرير معامل الحرريات ومنطقة الشهابي بالكامل في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأمنية تحرير قضاء الكرمة المحاذي لمدينة الفلوجة من الشرق. يأتي هذا ضمن العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية المشتركة بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب من 3 محاور لتحرير مدينة الفلوجة من داعش بمساندة طائرات الجيش العراقي والمدفعية.